يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول الرجل بالثلاث وبالطلاق هل يعتبر حليفا؟ وهل الحلف بالطلاق من الشرك؟ حلف بالطلاق ما هو من الشرك، ولكنه يسمى حلفا لأنه تعليق، تعليق مثل تعليق اليمين، فهو يشبه اليمين من حيث أنه تعليق شيء على شيء، إن قمت أو خرجت فأنت طالق، مثل لو قال والله إن خرجت لا أعمل كذا وكذا، سمي يمينا من هذا النوع وحلفا من هذا السبب، لا أنه شرك، ولا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله قد أشرك. نعم.